مساك افهم الاذاعه الاولى في تونس صلاح ابيض يا مرحبا. تخيل يا مواطن نائب شعب يخرج ويقول لك نحب السيسي في تونس. النائب هذا اسمه مبروك كرشيد، ما نعرفش فيش يخمم، وما اللي شيء شهوة ريال مورا يمشي يديرها في عشيه، وبرا عايش في مصر ومجد السيسي وعيش في خيره يا أخي، ما يش مشكلة هي عادي معناه. أما أنت معناه إذا بالحق حاجتك بعبد الفتاح السيسي نشجعك أنا باش تسافر حذاه، أو كتهبتك دوبل توشي محليك تعيش جوك به. اما فكره انه رئيس اجنبي يحكم تونس ما هي جديده، التونسي راهو ديما ما يحب كان على البراني، حتى كعملنا انتخابات انتخبوا رئيس من كوكب اخر. حبينا نسال المواطنين ونعرفوا رايهم، كان جات عندنا فرصه مثلا نجيبوا رئيس من برا شكون نجيبوا، شكون ننتدبوا؟ احنا باش جبنا كوب دافريك جنسنا سانتوس وكريتو، هاي برا خلينا نجربوها في الرؤساء ولومير معناها كلها في الاجانب. ترى قول لنا يا مواطن شكون تحب نجيبوا من رؤساء العالم؟ لا يا اخويا انا ما عنديش فكره برشا على رؤساء في العالم، اما حتى السيسي اخويا هو تقدم ببلاده فهمني، والاقتصاد طلع والناس هاي فهمني يقولوا ديكتاتور وبن علي كان ديكتاتور. انا عشت في اعتب ديمقراطيات، انا عشت في ستوكهولم في السويد وعشت في هامبورغ في المانيا يا اخويا، ما بعد تسمع لوتا احنا مازلنا ما ناش متاع ديمقراطيه الحقيقه متاع ربي أكاهو، منش تاع ديمقراطية. أما هو متاع ديمقراطية أحرام عيب ما يجيش، ديمقراطية ما تويتينيش مش على قياسنا. باهي باهي هاي عادي تلقى شكون راه يحب على ديكتاتورتي، هو نائب شعب ونطق قال لك نحب على السيسي. باهي شوف مواطن احنا مثلا لو تختار واحد من زعماء العالم باش يحكم تونس شكون يكون؟ هو فما غيره اللي هو وانا نجم نخمن في واحد غيره، ملك اسبانيا بتبيعة. ملك اسبانيا هبلنا، هبل البنات، هبل الشعب التونسي. يعني ليش ملك اسبانيا ترى انه نجم يحكم في تونس؟ خاطر ابسط حاجه نجم ينورنا يزهينا، ذيك ينور لنا وجوهنا في العالم. راجل تخزل له تنسى الفقر والهم والبطاله وراجلك وصغارك ودارك، تنسى كل شيء ترى. اي معناتها قول لها شكون يحكم فينا، مش كنها معناتها تعرس بيه ولا حاجه اخرى، دونك باش تدير الامور واضحه جوج تحط فيها في اطار. خلط ما تخموش في رواحكم، اما نخموا في الشعب 10 ملايين راه مش لعبه لهنا، وراه مش خايب راه ملك اسبانيا فيليب سيدس، وهو في موت رئيس سابق جاء وقام بالواجب قعد ل 40 الفرق مركحش يدور ويفرق تبارك الله عليه. اما ملك اسبانيا ما نجمش يحكم تونس، قول لي علاش خويا امين؟ تصور برشا مدريدي بخلاف مدريدي، تصور انت بالحق واحد يتفرج في الريال والبرسا وكوره وعالم، تجيبوا لنا بتفرج في الرابطه المحترفه وكوره على الطريقه الاوروبيه امبوسيبل. لا لا فيليب سيدس هذا ما ينجحش. ترى شوفوا لنا واحد اخر. انا نقول بوتين الحقيقه، معناه الرئيس الروسي، الرئيس الروسي بوتين. انا لحقت اخر 3 سنين كفروا التوريست الروسي في تونس وجاو لنا عملوا جو، عملنا معهم جو بحبوحين وكل شيء، وهم شيخين في روسيا معناه جوهم وغلي عيشتهم فهمت. قلت دونك بوتين راهو يعرف كيفاش يتعامل معه، احنا كيف كيف يا خوي اش عندنا هكا على الاقل ينزيدوها احنا تونس مع روسيا، يجي لنا هو ونبفلهم احنا قيس صعيد، نجيبوا بوتين ونعيطوا سعيد بصفقة تبادل معناها. اي هو بوتين معناها كان يجي نصور يستقبلوه بالاحضان مثلا كرشيد من المطار يبدا عنق ويبوس، اما المشكله كان سعيد يمشي غادي الحق بارد عليه، هو ديما يدور وزيد روسيا لا فيها منيهله ولا فيها ثقافه القهوه، والشعب الروسي راه يحب البطاطا ومن حبه فيها ياكل البطاطا ويشربها زاد. به نمشيو الواحد مثلا هكا مثلا نقول نحن مش لاهي، واحد ينجم يحكمنا وعنده الخبره في نفس الوقت، يعني خادم رئيس قبل هذيك شو اسمه بطال هو طاو. شكون؟ ترامب بطال. اي هوكا بطال، ما هو بطل من امريكا يجي يحكم فينا نحن، ولا شو اسمها المستشاره نتاع المانيا هذيك انجلا ميركل. اي هذيك ميركل باهيه، اي يلزم مرأة. باهي الحاجه ترامب مش بطال، ما اسمهاش بطال كي بطل رئيس. باهي لا علي لا مش علي. هو بطل زاده، مش هو زاده بطل، هذيك الديمقراطيه اللي ما توتيناش قتلوا كيك. باهي اما فكره انه تنجح مرأة والله صحيح، احنا راه حابين على لطف الحمدي، اما لا ما نجموش خاطر هي اختصاص مشاريع كبرى وتونس مشروع صغير معناها راس ماله صغير كشك احنا في العالم، دونك ما تنجمش لطف الحمدي تستوعب المشروع هذا. ترى مرأة كيما شكون كي مثلا في العالم، خلينا في العالم أكا مرأة حديدية ما نجيبها كان انت يا ولدي، مرأة حديدية بقدها بالقديتون، عرفت هذيك كالمارغريتا دانجر تاع لانجلتيرا. اي هذيك دانجر. شو اسمها؟ دانجر. لا اسمها الكامل معناها مارغريتا دانجر. لا لا ما مارو مش دانجر، تشوفوا مارغريتا دانجر. مارغريتا دانجر ولا دانجر أكا تحب انت طلع طفلة وان بلوس يخدم رئيس. لا مارغريتا في لانجلتيرا مش تونسي طلع معناها، لازم نثبتوا فيها. صباح الخير دانجر، كان تسمع فينا بالله بونجور يجي يخدم على روحك يجي يشد البلاد شد الرئاسة.
عندك عندك رئيس أجنبي سواء حتى من اللي أنا عندي رئيس أجنبي كملت الريبليك ساعة كملت وفاتك بعد نسألك أنت يحربية في الوقت قاعد مواطن لا والله لا أنا ما أنا ضد الفكرة أنت عايزمنا أجنبي لا لا ما أنت تونسي هذه الفكرة أنت الأجنبي تترسخ فينا من إحنا صغار قولي كيفية كيفية ترى فسرنا كده دريت في الدار في داركم أنتم سادة المستمعين أنت سلاح في داركم كيجي واحد ضيف تحسهم يفرحوا بيه أكثر منك أنت صحيح ويخرجوا السيرفيس اللي متخبي ذاك وحاجات ومعون عمرك والمعون اللي عمرك مريته والجازوز يتشري وقتها وحسن لحمة تمشي له هو والجازوز بالوقت تمشي والحلو فإنه الثقافة ذي ما ترسخت فينا من الصغار دونك كذلك علاش احنا نحبوا البراني الحمد لله ربي إن شاء الله ربي يرزقنا بضيف به